ازيك؟ ايه ده، انت ساقعان ولا ايه؟ انا لابس ده ويعني هموت من الحر. يعني ايه اللطيف؟ طيب قبل ما دماغك تروح ناحية البرنس او الطوخي، الجمالي هو عملي. اطمن، الصفحة ما عملتش كارير شيفت وبقت صفحة طبخ، لا احنا زي ما احنا. من اكتر المواضيع اللي مسببة جدل كبير بين الناس، هو مش كبير قوي بس هو في جدل يعني في الموضوع، هو اكل الحامل للكبدة، ولكن الموضوع بسيط ومش مستاهل كل الضجة دي. قبل ما نبدأ الفيديو بس يا ريت ندعي لابن عمي بالرحمة والمغفرة، هو وجميع أمواتنا، امين. الحامل ممكن تاكل كبد عادي، اه والله، ولكن بشروط وفي اوقات معينه من الحمل، وده حفاظا على صحه الجنين، مش رخامه يعني. ما هو مش علشان نرضي معدتنا ندمر الجنين. اولا تعال نعرف فوائد الكبده للحامل وكذلك اضرارها. الكبده فيها فيتامين B12 وفوليك اسيد وحديد، ودي من العناصر المهمه جدا بالنسبه للام من ناحيه ثبات الحمل وتقليل احتماليه حدوث انيميا، وبالنسبه للجنين فمن ناحيه الحفاظ على صحته. ولحد كده حلو قوي. تعال بقى للي مش حلو، الكبده كذلك فيها فيتامين A او فيتامين ألف. طب وإيه الوحش في كده؟ هقولك يا برنس، مش معنى إنك سمعت كلمة فيتامين يبقى ده بالضرورة معناه حاجة حلوة، لأني هقولك دلوقتي إنه بيسبب تشوهات للجنين لو كميته زادت عن اللازم. وأه على فكرة بالمناسبة، يعني فيتامين إيه ده بيستخدم في علاج الحالات الخطيرة من حب الشباب. يجي واحد يرد عليا دلوقتي ويقول لي خلاص خلصانه نضرب بكره طبقين كبده علشان حب الشباب مبهدلني، اقول لا، اهدى اهدى على نفسك، ده بالعكس هتتبهدل اكتر. وعامه الدواء المشهور اللي بيحتوي على احد مشتقات فيتامين ايه اسمه نيتلوك، اكيد المعظم عارفه وعارف التحذيرات الشديده جدا عليه، وانه لا يوصف الا بمتابعه الطبيب، ولو واحده حامل ممنوع تاخده، وحتى لو مش حامل ولكنها ناويه تحمل قريب، سواء كانت على وش جواز مثلا او غيره، لازم توقفه قبلها بحوالي 6 شهور سواء هي او حتى زوجها. إيه ده؟ حتى زوجها كمان؟ اه حتى زوجها كمان. شايف حجم خطورته على الحامل؟ بس استنى، طب افرض دلوقتي واحده حامل وبتتوحم وخلاص يعني هتموت وتاكل سندوتش كبده، هل نحرمها منه خالص؟ لا، مش اي واحده حامل هتاكل كبده هيحصل تشوهات لو التزمنا بالاتي. اولا نحاول نمسك البطن شويه في اول 3 شهور، لاننا بندور فيهم على بربع جنيه تثبيت للحمل، وبنحلق على الجنين علشان يكمل سليم. ثانيا نقلل من اكل الكبده، وليكن فاصل اسبوعين ما بين كل مره والتانيه، ويكون كميات قليله، يعني ما تاكليش نص كيلو لوحدك، لان القطعه الصغيره من الكبده بتحتوي على كميات كبيره جدا فوق ما تتخيلي من فيتامين ألف ده، فبالتالي لازم نقلل، لان زي ما بيقولوا الشيء لو زاد عن حده بينقلب ضده. تمام. وقبل ما اقفل عاوز اقولك على حاجه واحده بس. اعمل يا جدع لايك، قول لي الله ينور، قدرني، اشوفك على خير. نحاول نمسك البطن شويه في اول 3 شهور. ده واحد مش ثلاثة، في ديك عمال يسيح بره، ربنا يستر وصوته ما يبقاش داخل في الكاميرا. يعني انا اصور امتى تاني؟ بستنى الساعه 2 بالليل تيجي عشان اصور الجو هادي. المفروض ان هو يعني بيصحى الصبح، اللي بصحيه دلوقتي انا مش عارف. المهم نكمل موضوعنا.